أراك أراك قوي، أراك مرتاح، أراك مرتاح روحيا، أراك راض، راض وممتن، ممتن للحياة، ممتن للشمس، ممتن للسماء والنجوم والقمر، ممتن لرب هذا الكون العجيب الذي خلق هذه الأشياء العجيبة والجميلة لتكون أنت سعيدا. أراك فهمت أن الحياة فيها مواقف مختلفة، أحيانا بيضاء، أحيانا خضراء، أحيانا سوداء، أحيانا وردية، وهذه المواقف المختلفة ليست سوى دروس ربانية، ليست سوى حكم سماوية، وأنت فهمت عزيزي أن الله عادل، أن الله كريم، أن الله رحمن رحيم، وأنه منبع العطاء لا متناهي. بالنسبة للحبيب، هذا الحبيب، شوفوا، هذا الحبيب يشعر أنه مسجون، أنه مقيد، أنه ليس لديه حرية ليفعل ما يشاء، لكي يتصرف كما يحلو له، ولكي يتصرف كما يطلب منه قلبه وروحه وكيانه. لذلك، وهذه هذه الكارت، العدالة السماوية تطلب منك أو تقول لك نصيحة: اتركه، دعه، خليه، اتركه يحرر، يتحرر من قيوده لوحده، لا تتدخل، لا تصر، لا تبادر. والآن نعم أخاطب النساء، لا تبادري أبدا، لا تبادري أبدا، لا تجبري على فعل أشياء، اتركيه، لا تسألي، لا تبحثي. إذا ابتعد ليقرر وليرتاح وليبحث عن سلامه الداخلي ولينضج روحيا، احترميه، اتركيه ليبحث، ليبحث هو عن ما في عن جوهره، ليفهم أنه يحبك، ليفهم، نعم عليه أن يفهم، يعني المشاعر موجودة، لكن التفكير أحيانا يسيطر. لذلك عليه أن يجد سلامه الداخلي لكي يكون أكثر نضجا روحيا، لينضج روحيا. قلت أنت لا تبحثي، لا تسألي، كما لو لم تكوني تعيشي في هذا في الأرض، كما لو كنت سافرتي إلى المريخ، أنت تعيشين في المريخ، لا تسمعين ولا تبصرين ولا وخا. إذن هذا الحبيب اتركيه، دعيه يحلق ويطير بحثا عنك، دعيه يذهب هو كذلك للمريخ ليبحث عنك، ليبحث عنك، وسيفعل، سيفعل أكثر من مرة. نعم، لماذا؟ لأنه يحتاج لماذا؟ لأنه يحتاج ويشتاق لعطفك وحنانك. أنت مهم جدا 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 بالنسبة لهذا الحبيب، نعم مهم، أكثر من مهم، لأنه يشعر بغيابك، يشعر بغيابك لدرجة أن روحه تهرب من جسدك، جسده هو، بحثا عنك. شوفوا مدى عمق هذا الحب، قد يكون حتى توأم شعلتك، هنا رقم 11، 1111، قد يكون توأم شعلتك. هذا الحبيب كل نبضة من نبضات قلبه يذكر فيها اسمك. نعم، هذا الحبيب وقع في حبك من أول مرة، من أول نظرة. أنت في البداية ربما كنت تهرب، كنت ترفض أن تقع في الحب خوفا من أشياء تخصك أنت، يعني أنت تعلم، أنت فقط تعلم ما لماذا أنت غامض، لكنك سيدة المشاعر النبيلة واللطيفة، وكذلك سيدة الهدوء وسيدة الطمأنينة. هذا الحبيب يستمد منك طاقة طمأنينة عجيبة، يراك غامضة، وبالتالي هذا الغموض ديالك هو أصبح مهووس، مدمن، يحلم بك في منامه، وأحلام يقظة وأحلام في المنام، يعني يتخيل معك أشياء وأشياء كثيرة بزاف.
هذا الحبيب يشعر برغبة، هنا تغيير. هناك تغيير عجيب. هذا الحبيب لديه رغبة مرضية، نعم أعيد، رغبة مرضية بأن يعانقك، يشتاق إليك بزاف بأن يعانقك ويحضنك. أعتقد أنه مش مجنون، مش يعني شوقه، يعني شوق جنوني غير عادي، غير عادي، يعني هناك طاقة عالية بزاف، فيها جنون، فيها حب، فيها شغف، فيها جاذبية، يعني معذب، معذبة هذه المشاعر وهذه الطاقات المختلفة، معذبة. قد يكون ربما توأم الروح وتوأم الشعلة، تتكرر الكارتة توأم الشعلة، توأم الروح. وقد هذا الحبيب ربما يهرب، ربما يعود من جديد ثم يهرب ويعود من جديد. أراه مشتاق لحد الجنون، كارت المجنون، حد الجنون. يرسل لك رسائل يقول لك فيها: أرجوك لا تطردني من قلبك، أرجوك لا تطردني من حياتك، أرجوك لا تطردني من روحك يا روحي، فروحي وروحك واحدة. هذه رسائل روحانية. هذا الحبيب ينده عليك، يقول لك آجي، اجي افيك سونام، يعني روحيا كيقول لك اجي، تعالى، تعالي، اجي لعندي، روحيا يعني طاقيا. هذا الحبيب اراه انه سيتنازل، سيتنازل عن كل شيء الا عنك انت، اراه يضحي بكل شيء لتكون معه. لذلك الصبر، الكثير من الصبر واحترام الزمن أو الوقت الإلهي، فالأشياء ستحدث في الوقت المناسب. لذلك تشبث بالأمل. هذا الرجل يموت حبا، أما أنت فهذا الحب، هذا الحب يا سيدتي يجعلك تخلقين من جديد. أراك أجمل، أراك أسعد، أنت تعرفين أنه يحبك، أنت تشعرين بذلك، لذلك أراك أنت سيدة جميلة، كل يوم أجمل، لأن هذا الحب حب عظيم، حب سماوي، حب مجنون. بعض منكم حتى زواج في الأخير. إذا أنت تركت الحزن جانبا لأنك فهمت أن لا فائدة من الحزن والكآبة، وهي قاعدة سهلة جدا. إذا كان هذا توأم شعلتك كما أرى، فالقاعدة سهلة بزاف. تشبثوا بالأمل، لا تفقدوا الأمل أبدا، والتفاؤل. أمل وتفاؤل يساوي سعادة، يساوي فرح وسلام وأمن وأمان والود والحب. ودابا غادي نشوف الرسائل. وبفضل الله، الله الله الله، جميلة بزاف. بفضل، إذا كنت تتشبث بأملك ومتفائل وإيجابي، ماذا سيحدث في حياتك؟ معجزات، والمعجزات لا تحدث يوميا، لأن المعجزات هو جواب سماوي، جواب رباني لدعائك، لدعائك النابع من قلبك. هنا تتكلم عن السحر، يعني هذا حب سحري، أكيد أنه توأم شعلتك، يهرب ويعود، اتركيه، فعاجلا أم آجلا سيبقى، سيأتي اليوم حسب التوقيت الرباني سيبقى في حياتك. لماذا؟ لأن الروح أقوى من العوائق وأقوى من العقبات الدنيوية. والتأمل، الكثير من التأمل، يعني السلام الداخلي، ابحث عن سلامك الداخلي، ابتعد عن الحزن، اطرد الحزن، الكثير الكثير من التفاؤل.
الإلهام فكرة جديدة تنبع من داخلك، من قلبك، في همسة حلوة. استمع وتحرك، اتبع الإلهام الذي يصلك من الأعلى. كانت رسالة لا تحتاج حتى للشرح، رسالة سماوية. هنا معجزات ورسالة سماوية، ستصلك رسائل سماوية ودنيوية كذلك تتعلق بهذا الحبيب، لأنه توأم شعلتك وتوأم الروح. كانت قراءة سحرية، كانت قراءة رائعة، إيجابية بزاف، لذلك تحلى بالكثير من الصبر، فالصبر جميل، والصبر يفتح لنا أبواب السعادة والفرح والحب والسلام. كنت أتمنى لكم الخير، أتمنى لكم السعادة والكثير الكثير من السلام والكثير من الصحة والعافية. الله يحميكم، يحمينا ويحمينا. أحبكم بزاف، كنبغيكم بزاف.